عند قول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقلنا أن تصدير الآية الكريمة بقوله إنما يدل على أنه سبقها مقابل، هذا المقابل على النقيض مما يجيء بعد الآية. فإذا كان قول المؤمنين إذا دعوا كذا، يبقى لا بد أن يكون لها مقابل، وهو قول المنافقين إذا دعوا ليحكم الله بينهم ما يجوش، وإن كان لهم الحق يأتوا إليه مزعمين. وبعدين يقول إنما قول المؤمنين كذا وكذا، يبقى تقول فلان كفول، إنما أخوه مجد. يبقى ساعة ما تسمع كلمة إنما تعرف إن فيه في مقابل، هذا المقابل على النقيض من هذه. يبقى قول المنافقين الأول كان بيقولوا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعمون أفي قلوبهم مرض إلى آخره إنما كان قول المؤمنين. يبقى أكن المقابل قول المنافقين إنه ما لا يقبلون حكم الله ورسوله وإنما المؤمنين يقبلون حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كلمة سمعنا تدل على أن السماع المقصود ليس وصول الصوت من المتكلم إلى أذن السامع، وإنما سمعنا سمعا يليه إجابة بالطاعة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى إذن السمع له وظيفة، في واحد يسمع وكأنه ما سمعش، زي ما احنا بنقول في الريف بيسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا، ولا يبني من طين وهيد من عجيب، انما دول يسمع. ولذلك سمعنا هنا بمعنى اجبنا يا رب، صممنا على الاجابه، وده وعد كلامي، وبعد ذلك التصميم على الاجابه يطيعون ينفذون ذلك بايه؟ بالطاعه. احنا ساعه ما نصلي بنقول سمع الله لمن حمده. ماذا سمع الله لمن حمده؟ يعني ايه؟ يعني اجاب الله من حمده. نعم. وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون معناه الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح. ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الفلاح وهي من الفلاحة في الأرض. ليه؟ قال لك لأن الفلاحة في الأرض دي أصل الاختيار منها، فكل واحد بيشوفها لما بيفلح الأرض كويس إيه اللي بيجيله؟ بتجيله الثمرة الطيبة. يرمي بذرة واحدة حباية قمح واحدة تجيب له كام؟ تجيب له 700. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي من يزرعها حبة واحدة تجيب له 700، يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ يبقى جاب كلمة مفلحون، مفلحون تملك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كان لنا شيخ رحمه الله ورضي عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف يدرس لنا التفسير، فلما جاءت هذه الآية قال فيها كلمة وهو في حالة، اسمعوا يا أولاد، برقية من الله، برقية من الله. فقال لنا الآية دي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أن لم تدع هذه الآية حكما من أحكام الإسلام إلا جاءت به، فكأنها تعتبر إيه؟ برقية موجزة جمعت المنهج. يطع الله اللي بقى آمن به وأطاعه، ويطع الرسول صدقه، وبعدين يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه، وبعدين يتقي في الإيه؟ في اللي جاي، يبقى فائز. ولو قال لك دي بقى برقية، برقية يعني كلام موجز يشمل كل ما في الايه؟ كل ما في القرآن. واحنا نعرف ان الكلام الموجز
يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيرة في اللفظ الايه؟ في اللفظ الموجز. ولذلك قلنا زمان ان قال لواحد خطيب انجليزي، قالوا له كان مشهور بانه خطيب، قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعة كم ساعة تعد الخطاب ده؟ ام قال اسبوع، يقعد اسبوع عشان يعد له خطاب يطلقه في ايه؟ في ربع ساعة. قالوا طب فإذا كان في نص ساعة؟ قال يبقى ثلاث ايام. الله طب فإذا كان في ساعة؟ قال يبقى يومين. طب فإذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الآن أنا مستعد. أكن كل ما الكلام يبقى مركز يبقى عارف ايه؟ وذلك انت لما تبعت برقية لواحد بتحاول تجيب كلام ايه؟ كلام مركز انما معانيه ايه؟ اللي بيسموه الانجاز المبين، الانجاز المعجز. ولذلك قالوا ان سعد باشا زغلول وهو في فرنسا ارسل لصديق له خطاب، خطاب من اربع صفحات، قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن الاطناب، يعني عن التطويل، لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز. اهدي البرقيه قول لي بقى بعد كده ايه؟ من يطع الله ورسوله وخلاص ويخشى الله، الذنوب اللي فاتت تنتهي، ويتقي فيما هو فاولئك هم الايه؟ فاولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لان اصل ذكر المقابل امام المقابل يدي معنى تاكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للاسلام. وبعد ذلك رجع الى من؟ الى المنافقين. فقال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون، قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون. اقسموا بالله، القسم هو اليمين حلف، والانسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على ان المقسم عليه ده هي ايه. والانسان ما يقسمش الا حاجه يريد ان يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس اقسموا بالله سكوت كده، جهد ايمانهم يعني بالغوا في الايه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياه ابويا وحياه امي وحياه اخويا وحياه مش عارف، ده قال دي اقسموا بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك نقول من كان حالفا فليحلف بالله، هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليصمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيتي ومن اموالي ومن اولادي ونروح وياك الايه؟ الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم. ولذلك يقول في ايه ثانيه ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الايه؟ غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أدائه، بيت طائفة منهم، يعني مش بيتوا كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم ويفكروا كويس وبقوا كويس، فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في إنه يخلص إيمانه يقول لك يا فادي إزاي يقول كده، ده بلاني دلوقتي رايق وبدي أعود إلى الإسلام الصحيح، فيقول بيت طائفة طائفة منهم. فأقسموا أن لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود انه يحلس وبتاع يعني محلفنجي، يقول له بس ما تحلفش بس، اصل احنا عارفين ايمانك وعارفين انا ما انتهي عنك بس، والطاعه بتاعتك اللي بتقول لها طاعه معروفه، طاعه ايه؟ يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا انتهينا عنك، يقول له انتهي. فبقول لا تقسموا. نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير، لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير، لان الخير عايز ياكله، تقول لي ما تقسمش ليه؟ اما لك لانه مجرب بان القسم ده ايه؟ قسم حالف، يقسم لسانه ويعصى وجدانه. فقال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا، الطاعه بتاعتكم لانهم اقسموا ان لما تقولوا لي اخرجوا نخرج على طيه، قال لك ما طاعتكم معروفه السوابق يعني واضحه قوي قوي، طاعتهم ايه؟ معروفه. وبعدين بيأكد لهم يقول لهم إن الله خبير بنا
بما تعملون. ولذلك هم ما ياخذ لهمش عظة، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث يوم القرآن يدش للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضح لهم اللي هم ايه في نفسهم، مش بيقولوا للناس ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده انت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي اخبره اللي قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا انه مؤيد من ربه وان ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه او تخدعوا، ولازم يقول له. فاذا جاءت السوابق مره واثنين وثلاثه كانوا اما كان يصح ان كنتم ترعون وتنتهوا عن النفاق وتخلصوا الايه؟ تخلصوا الايمان. ان الله خبير بما تعملون، وما دام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الكلمه؟ ان يفضح قلوبهم ويفضح ايه؟ ويفضح نواياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترمش تبطه، خليك لاخر لحظه، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، جددوا طاعه لله وطاعه، مش عايز يقفل برضه عليهم الباب. ليه؟ لانهم عبيده خلقه. ولله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاء. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرف منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى ايه؟ يبقى يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبه عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرب منه يلاقيه، لانهم خلقه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى هنروح للبرقيه برضه، من يطع الله ايه ورسوله. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا خلاص انت عملت اللي عليك، برضه عملوا اللي عملوه وبعد ذلك دعيتهم تاني، انت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لان عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، انت تبلغهم واحنا علينا الايه؟ وعلينا الحساب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف بقى الان اولانيه اللي يقول عليها البرقيه بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله، ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما هل قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعه. القران مرة يقول أطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمة الطاعة مرة واحدة الأمر ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يكرر أمر الطاعة، ومرة يقول أطيعوا الله بس، ومرة يقول أطيعوا الرسول بس. يبقى الأمر بالطاعة ورد على كم وجه؟ يقول أطيعوا الله والرسول فالمطاع هو واحد اللي هو الله ومين؟ الرسول. الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي إطاعة وده إيه؟ إطاعة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول بس، ومن يجيب من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، ده جاي كتاب اعجاز الاصل فيه انه ايه؟ معجز. والاحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، انما مع انه كتاب احكام ادخل فيه اصول، مع انه كتاب اعجاز ادخل فيه بعض اصول الاحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل ايه؟ يبين. ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك، وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القران، عمل للرسول تشريع خاص، ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. يبقى القرآن الأول جاي كتاب ايه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة، إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ لا. هل كل وقت كم ركعة؟ نعمل في دي ايه ونقول في دي ايه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنصب تشريعي في القرآن، وهو ايه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. واحد يقول لك اللي يجيب 15 يوم من الوظيفة بتاعته نفصله، يقول لك هات لي دي من الدستور، الدستور ما قالش الكلام ده،
يقول له لا، ما هو الدستور في مادة ويعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل. الله، يبقى لما ألف رسوله واخدها من ايه؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سألوه انتم بتقولوا ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قلنا بقى الا الذب القمح في كام رغيف. فقال لهم طيب، وسكت، وبعت واحد لواحد خباز فتم جاي قال له يا سيدي الذب القمح بتاعكم في كام رغيف؟ قال له كذا 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 كذا. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال له في القرآن، احنا عندنا آية في القرآن بتديه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى موجودة في القرآن هو ولا مش موجود؟ ما آتاكم الرسول، يقول لك أنت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه، والصبح 2، والعشاء 4، والظهر 4، والعصر 4. تقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كله جاي من إيه؟ فالأمر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاة عماد الدين، والصلاة والقرآن، والصلاة كتم كتابا موقوتا، يبقى الأمر دايما مين؟ يبقى في هذا أطيع الله ورسوله لأنهم متواردين على أمر إيه؟ على أمر واحد. إنما لما يقول الصلاة وبعدين إحنا بنصلي 2 و3 و4 ولجهل ولسر، نعمل إيه؟ يقول لك فيه طاعة لله في إجمال التشريع إن الصلاة مفروضة، وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي أطيع الله وأطيع إيه؟ طب ولم يطيع الرسول، ودي آية في القرآن. أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه في النص، لأنه هو مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما فوضوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وإذا ربنا بيقول له قول لهم تاني عشان تريح نفسك، وإن كنت أنت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، أنت تبلغ مرة واحدة وإحنا للناس. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه هو عليه اللي حمله، ربنا قال له عليك الايه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم، خلاص هو ادى، انتوا بيقرا عليكم انكم ايه؟ انكم تادوا، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. كلمه بقى هناك ايه؟ اطيع الله واطيع الرسول، وبعدين هنا يقول لك ايه؟ وان تطيعوه ولا تطيعوهما. لأن محمد ما أسموش ربنا ربنا ومحمد. ولذلك يقول لك وما نقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله، يخلي الفعل 1 2 مش تاكيد أو تاكيد. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الإيه؟ لتنظيم حركة الحياة. إحنا كنا في أول سورة النور، قلنا الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون، وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. وما دام النور الحسي اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يبدي نور كل أنوارنا تنطفي، فكذلك يجب في النور المعنوية إن كل ما ربنا يشرع في حاجة آرائنا تنطفي. ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا، ودي بالقياس. وقال انت شايفين الدنيا اهو، ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعه، وده بينور مسرجه، وده بينور نمره 5، وده بينور نيون، وده بيجيب فلوريست، وده بيجيب نجف، كل واحد على قده. لكن ساعه ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفره. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوها ولا ربنا ما يظهر انتهى كل شيء، يبقى حط النور المعنوي الاخر. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافه في الارض تبقى على نور. ما هو جايب الانسان خليفه، ولذلك قلنا عايزين في الخليفه حاجتين اثنين، ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، ودي قال وقدرنا فيها اقواتها.
بس خدوها من حل عشان البنيه الجسميه الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى في الجهاز الاستقبال وجهاز الارسال، الله يرسل مددا واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال. وبيقول لك ان ابن ادم يدعو وربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطه زي ما بتزيح وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا ماذا؟ واحد من الراديو يخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطه صح الجهاز، الجهاز اللي هو ايه؟ ذرات تكوين، اضمن انها لقمه من ايه؟ من حلال عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه؟ كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياه بالقوت واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيب اولاد، الخلافه تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافه عشان الخليفه يطلع ايه؟ نظيف في ايه؟ في اكتياكه ذراته سليمه، في تناسله ذراته شريفه وطاهره، يبقى خلافه ايه؟ خلافه في الارض، خلافه ايه؟ صح. ايه الكلام اللي قلناه ده؟ وبعدين اوعوا تجترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونه عشان ما تطلعوش على عورات الله. بدنا من سلامه في مين؟ سلامه في مجتمع الخلافه عشان تبقى خلافه ايه؟ خلافه صح عن الله. كل اللي قالوا ده هنا ابتدى هنا يجي صب في الايه اللي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. يبقى دول اهل اللي قبلهم يكونوا خلفاء، ذرات من ناشئه من حلال، تناسل وذريه ناشئه من ايه؟ من حلال. يبقى دول ايه؟ ابتلاءات وعركه ابتلاءات، عركه ابتلاءات. قال لك ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الاسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبش، وبعدين طلعوا راحوا المدينه من ايه؟ من انهم تعبانين. قال لك انا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ ده دول هيحملوا للدنيا كلها مشاعر الهدايه. يبقى لازم يتربوا تربيه دعك ويفهموا انك انت ما انتش رايح لمبدا هيديك دلوقتي انما هيديك بعدين. المبادئ الباطله كلها قبل ما ياخدك للمبدا الباطل لازم يديك الثمن، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد قدام. فبده ينقي الخليفه يبقى ايه؟ ولذلك قال وعد الله. وما دام وعد الله، ما هو الوعد اولا؟ الوعد هو بشاره بخير لم ياتي زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيله ليه. والانذار ايه؟ بشر، وبرضه لم ياتي بعد عشان يستعد الناس انهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد من بشر بخير، خير دلوقتي هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى في فرصه انه ياخد اسبابه ويروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله. لان من يخسر في الناس الوفاء بالعهد ايه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبعدين قلبه اتغير عليه يقوم ينقص، ربنا ما بيتغيرش. لان اللي بيتغير دليل على ان كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد، قال لك لا ده ما يستاهلش، ربنا ما بيجدش عليه فهم، ده المساله واضحه عنده كلها، يبقى ما يغيرش رايه ابدا. طيب وقد تعد انسانا بخير ولكنك في ساعة الميعاد اللي انت قايل له عليه ما تقواش على الخير تديه، ما جاتش دنياك. لكن ربنا لا، واعد وقادر، وواعد وقادر وما بيتغيرش. يبقى ايه اللي هيشوف؟ ما فيش قوة تانية تقول له انت وعدت بايه؟ زي ما واحد اب يوعد واحد بخير يجي يقول له انت عملت العملية دي ليه؟ انت مش عارف ان ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وهتقعد تقول يقوم يغير رأيه،
ما فيش إله تاني عشان يقولوا لا ده بلاش دي ده هو واحد. يبقى ساعة ما يعد يبقى إيه وعد ناجز لأنه قاضي على الإيه على الإنفاذ. يجي واحد يقول لك أنا هبني لك البيت وعمل لك الأوضة دي كذا والأوضة دي كذا والأوضة دي كذا ودي مش عارف مرمر ودي مش عارف جرانيت ودي وبعدين لما يجي ينفذ يقول التصدير ما عادش يجيب يقول يعملوا موزايكو. تبقى ايه اللي خسر الواعد؟ القدره. مش مالك حاجه. انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى؟ من اوفى بعهده. تقول لي حد اوفى بعهده من مين؟ من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان صفاء الينبوع والعقيده. صفاء الينبوع والعقيده مش مطلوب لذاته، ده علشان لما اللي انت امنت به يامرك بامر تنفذه. يبقى ثمره الايمان ايه؟ العمل. في واحد قد يعمل الخير انما مش على الايمان زي المنافق. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لهم لا انتم ما امنتوش، قلوا اسلمنا يعني خضعنا للاوامر كده بتاعنا لسه ولما يدخل الايمان. اذا قيمه الايمان انك ايه؟ تنفذ مطلوب. ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ودي مش جديده كما استخلف الذين من قبلهم. بقى احنا قلنا ان صحابة رسول الله السابقين اوذوا وعذبوا واضطردوا واخرجوا من ديارهم واموالهم ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان، لسه ما امروش بالقتال، لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة هو واصحابه استقبلته الانصار بالحفاوة وعملوا كما تعلمون يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون إيه؟ من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أنت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجة يغار على ملك إلا المرأة؟ يصاحب عندك سيارة يقول لك والله ده أنا عايز أشوف المشوار، تفضل عندك مش عارف إيه، تفضل عندك إيه، مش عندك بدلة كويسة وأنت ماشي، ده أنا عشان رايح كده أتجمل قدامنا تخد. إنما المرأة بلغت من انصار الانصار ان اللي جايين خارجين من بلادهم كده وهيعوتوا ويعيشوا هنا بقى وهيبقوا بعاد عن الاهل ولا عندهم شيء ولا الى اخره، انه يقول له شوفني انا عندي اثنين شوفهم اللي تعجبك فيهم انا اطلقها وانت تتجوزها. ايش هذا؟ كيف فعل الايمان بالناس؟ ده مساله دي غير دي حاجه. فلما راحوا وراى كفار قريش ما صنعه الانصار بالمهاجرين قال لك لا ده اقامه بقى هتبقى ايه هنيه، ما فيش الا اننا نتكتل جميعا ضد هذا الدين. قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينه وتلقاه الانصار العرب كلهم ضربوه عن قوس واحده، يعني كانوا مسكوا قوس واحده عشان ايه؟ تامروا عليه بقوس واحده عشان يبتلوا هذه المساله، وإلا هتبقى خطر إيه؟ خطر عليهم. الأنصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح مخافة إن اللي حواليهم ينقضوا عليهم. فواحد من الصحابة قاعد مع أخوانه فقال ترون أن نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى احدا الا الله؟ يعني في امل للحكايه دي؟ يعني في امل؟ شوف ده ايه معناها ايه؟ اذا كلمه وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني المسائل اشتدت عليهم قوي لدرجه الموقف. والرجل الذي يذهب الى رسول الله يقول يا رسول الله ابد الدهر نحن خائفون، يعني هنقعد ابد الدهر نحن خايفين كده، ابد الدهر ونحن خائفون، ألا يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين؟ شو بيشتهوا إيه بيشتهوا؟
يعني عايزين يلتحوا شوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه. قال: لا تصبرون إلا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتميا ليس فيه حديدة. يروح يقعد في الملأ الواسع كده ومحتمي على عمل كده وقعد، شوف الاحتباء دي قعدة الايه؟ قعدة المبسوط قوي. وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حتة حديدة عشان يدافعوا عن انهم ايه؟ آمنين. فقد زولت الأرض ليه؟ معنى زولت الأرض، أنت عارف إن البصر له مجال بيلتقي فيه إلى نهاية الأفق، ياخد حتة من الكون قد كده، إنما الأرض واسعة. فالرسول قال: لا، أنا زولت لي الأرض، يعني الأرض دي كلها جت في زاوية كده وجيت أبص لها كلها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك أمتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يوم يجي في نص المغز ده في نص الهم ده ينزلوا سيهزموا الجمع ويولون الدبر، يوم سيدنا عمر نفسه يقول أي جمع هذا؟ يستعجل. وبعدين لما جه في موقعة بدر قال: صدق الله، سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه في شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح منزلهم بعض الايات كده اسمها تصبيرا تطمينه. هو لم يرى ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ يعني بيقول لهم انتم، انتم شايفين هو انتم بتنقصوا ولا بتزيدوا؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حته من ارض الكافرين تنضم للايمان، فبننقص ارض الكفر ونزود ارض الايمان. ويجي تاني، ويجي تاني في آية تانية: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بتزيد كانوا هم اللي المقدمات لهم، إنما المتواليات تجي تبين إيه؟ وبعد ذلك يجي يروح فتح مكة. الله، اللي خرج منها بالشكل دي ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه؟ بذلة العبودية لمن أدخله، مش يدخل بقى يعني ونعمل على قرابوس نوت كده داخل عامل كده. لذلك ده ابو سفيان واقف على العباس، يقول ابو سفيان يقول للعباس: لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. جاي بقى بالروايات والدنيا وداخل، قال له: يا ابا سفيان، انها النبوه مش الملك، الملك انها الايه؟ انها النبوه. هذه أول بشاير. وبعدين ده معقل الوثنيين طول الأصنام في مكة، وبعدين يجي في خيبر معقل أهل الكتاب، تسقط زي بني قينقاع مش عارف إيه قريظة، وبعدين البحرين تسقط، مجوس هدف يجي يدفع الجزية، الله، مشارف الشام يعني للنبي، يبعت كتب للعالم كله عشان يبين إن الدعوة إيه؟ متعدية. يبعث كتبه لهرقل، يبعث كتبه للمقوقس، يبعث كتبه لدولة الإسلام تسلم، فإن إيه؟ فإن تتولى فإنما عليك اسم الأريسيين، يبقى عليك اسمهم أنت. الله، وبعد ذلك نلتفت نلاقي هرقل يبعت له هدايا، المقوقس يبعت له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبشة يبعت له. الله، إيه الولد؟ دي مقدمات دلت على إن الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد إيه؟ ماشي. وبعدين يقول: ده مش انا بس اجيب الارض تزرع على ايدي، ده خليفة من خلفائي يعملها، انا بس بزمن الجزيرة بقت دايما وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدل الدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف ايه وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضارة فارس وحضارة ايه؟ وحضارة الروم، وفي وقت واحد، مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني، وبعدين تتحقق اللي تتحقق النبوءات. يجي فراق ابن مالك صاحب حادثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الهجرة، يوم بقى متابه مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كان خلقته كده التكوينية ان ايديه دي رفيعة زي يسموها بتوع المعيز كده، رفيعة قوي كده،
شكل ملفت يعني. فالناس ساعة ما كانت تشوفه عامل ايه ويديه بايره ايه يضحكوا، يقوم النبي يبص لهم يلاقيهم بيضحكوا على مين؟ على صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة خالية كيف بهما، يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سواري كسرى. يقولوا ايه كيف بهما في سواري؟ يقول لما يروحوا ويهزموا كسرى وياخدوا الغنائم يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرى ويتباع بهم كده، يجوا بالنصيب مين؟ سراقة، ويلبسهم كده. صدق رسول الله كيف بهما الله. مسألة مش يبقى دي هيدي مقدمات الايه؟ مقدمات وعد الله. ما شاء الله ربنا يفتح عليك. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امام اللي هيجوا لسه ده انتوا هتشوفوا. لذلك بنت ملحان لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر ذكرت ان رسول الله كان ينام هناك، وبعدين صحي يضحك، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الاسره او كالملوك على الاسره. فقالت ادعو الله ان اكون منهم، فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزو اللي راحت في البحر الابيض، وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوقعت فايه؟ فماتت. ايه؟ ربنا اداله كل ايه؟ اشاير. واللي هم منكم مش اللي هيجوا بعدكم؟ منكم انتم مش هتطول يعني. ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال ابد الدهر نحن خائفون، مش هيجي لنا يوم نرتاح فيه؟ قالوا تصبرون يسيرا. وبعدين يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دي مش بدع، مش جديدة، دي مسائل مواكب النبوة كده. اذكروا داود، اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لأحد ايه؟ لأحد من بعد. اذكروا الحضارة بتاعت سبأ اللي هناك وجات له كده وأسلمت مع ايه؟ سليمان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ مثلا اصل في فرق بين بشاره لفظيه وبشاره واقعيه، واقع يؤيدها، وده حصل ولا ما حصلش؟ انا حصل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. الارض ايه بقى؟ الارض قد تكون غير يخرجكم من أرضكم إضافة في الأرض دي، ولا نسكننكم الأرض من بعدكم. الله طب الأرض إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض إلى آخره ويجاوزون. وبعدين إيه اللي إيه؟ الأرض تسكن الأرض، يسكن الأرض. طب ما هو ساكن في الأرض، هو أمال هو ساكن فين؟ هم قال لك لا، إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك اسكني، يبقى معناها إنك تسكن في كل الأرض. وكيف تسكن في كل الارض؟ تبقى تتقطع في الارض دي امما، مالكش حته مخصوصه. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفه من الاراضي اللي جمعناكم. اهو احنا املنا قوي في ان الله يجمعهم لنا هنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. مش بس يبقوا خلفاء بقى الكلام كده، لا، الدين يتمكن. ومعنى تمكين الدين أن يسيطر على حركة الحياة، مش دين عاطل زي احنا دلوقتي بقى عطلين، لا، دين موظف، دين موظف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يقولوا حنبت في السلاح ونصبح في السلاح بقى مش هنأمن، لا، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خلاص، فاذا ما حدث ذلك يبقى يحافظوا على الخلافه دي بقى بايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك
فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد إيه؟ بعد ما يبقى خلفاء ومكنين في الأرض والأمن والخوف يتبدل يبقى أمن، يكفر بعد إيه؟ قال لك ده مش كلام بقى، ده مش وعد، ده واقع. فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى إيه؟ أو الوعد، اللي يكفر بعد الوعد ده هو ليه؟ لأن الوعد من مين؟ الوعد من قادر يملك أن ينفذ. ولو يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف في فرق بين تمكين من ينسب إلى الإسلام وبين تمكين الإسلام نفسه. فاللي يدعي ياخد الإسلام كده علشان لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المسألة، لا، ده التمكين مش ليك أيها الحاكم، ده التمكين لمين؟ للدين. التمكين مش ليك لمين؟ للدين. ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول، إقامة الصلاة وتملي إقامة الصلاة جاء بعد مين؟ بعدها إيتاء الزكاة الاثنين. قال لك لأن إقامة الصلاة إحنا قلنا زمان إن كل التكليفات جاءت بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت للتكليف المباشر. وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرح لنا. افرض ان في رئيس ومرؤوس وفي حاجة مهمة تهم الرئيس، ان كانت يعني مهمة شوية يقوم يكتب عليها تأشيرة كويسة كده عشان تروح تتنفذ، وان كانت عالية شوية المهمة شوية كده النزعة اعلى شوية يقوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معاملة صفاتها كت وكت انا عايز تنهيها وتجيب لل، وكانت مهمة قوي 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 بقى من الحتة بقى كبيرة قوي يقول له تعالى لي عندي عشان عندي امر مهم ايه اقول لك عليه. اهو ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعات كلها بالوحي بالوحي، وبعدين الصلاة قال له انت تطلع لي بقى فوق اطلع لي فوق، فاطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بواسطة. ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب يجي يلاقيني في المسجد. دي قرب ودي إيه؟ ودي قرب. ولذلك تجد إيه؟ وإلى لقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة. وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي أن تقولها مرة. وبعد ذلك جاءت الصلاة ثم جاءت الزكاة ثم جاء الإيه؟ الصوم ثم جاء الحج. فيه أركان الإسلام، وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، دي أمر ضروري. وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزك، ما عنده يشيل الركن الحل عنه، عنده صحة ومش مسافر بتاع يصوم، إن كان يبقى ما يصومش، مستطيع يحج مش مستطيع يبقى ما يحجش. يبقى الركنين الأصليين إيه هم؟ الصلاة والشهادة. والباقي اللي يرجع فيه يبقى مش هو يؤمن بأنها أركان إسلام، انما لما يجي يطبق الاسلام على نفسه يشوف اللي عنده ايه، ما فيش الا الشهاده ومين، وبعدين ان كان عنده فلوس يزكي ان كان قوي يبلغ. الشهاده قلنا مره، الصلاه لا تسقط ابدا وهي المكرره دائما،
كل يوم 5 مرات، لأن دي إعلان الولاء لله دائما. وإعلان الولاء لله ربنا قسمها كده على الزمن علشان الإنسان يبقى تمل كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر مداته. شوف بقى العظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من سمعته هو من عبيده انهم يقابلوه كل يوم 5 مرات، وهو اللي يطلبها ويعملها فرض، وبعدين يقول انا مش محدد يعني عشان يوم بص ما تتنقلش من وين هيخليك هو. انا بقول لك ده ضروري يبقى لمصلحتك تبكي. ولذلك قلنا زمان هات صانع تتردد عليه صنعته كل يوم 5 مرات، يبقى فيها عطب 5 مرات كل يوم. ده اللي بيعمل ورديه الصيانه هذول كل اسبوع كل شهر كل مش عارف ايه، 5 مرات كل يوم، وهو اللي يطلبها ويقول انا لا امل حتى تمل. انت اللي تحدد امتى تيجي وامتى تروح، مش انا. وانت اللي تنصرف، مش انا اقف وين انتهت المقابله، انت اللي تنهيها. ولذلك لما هي كانت ضروريه وتتكرر كنا سابقا ان نجتمع فيها كل اركان الاسلام، لانك انت فيها بتشهد دائما ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى تكرر لفظ الركن الاول في الشهاده. طب وفيها زكاه؟ قال لك ازاي فيها زكاه؟ قال لك الزكاه دي ايه بتعمل ايه؟ بتاخد بعض مالك، المال ده جاي منين؟ من العمل، العمل جاي منين؟ مش من الوقت؟ انا باخد الوقت بتاعك نفسه، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت نفسه، يبقى زكاة بالأقيم. وفيها صوم، لأن اللي أنت بتمتنع عنه في الصيام، أنت بتمتنع عنه في الصلاة، وأكثر من الإيه؟ من الصيام. ولا مش أكثر؟ أكثر من الصيام. يعني الصيام أنت بتعمل إيه؟ تتحرك وتروح وتيجي، إنما في الصلاة لا، ده أنت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الفرض، واكثر من الايه؟ من الصلاه. طب وفيها ايه كمان؟ قال لك وفيها حج، لانك انت ساعه ما بتيجي تنوب تتحير انك انت الكعبه فين؟ تبقى جمعت كل الاركان ولا لا؟ اذا هي نائبه عن الاركان في الاستبقاء. وكلها. ولذلك ايه؟ قال لك عمود الدين. صحيح عمود الايه؟ عمود الدين. فانت ما تسقطش ابدا، حتى لو انه ما يقدرش يقوم يقعد، ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه، ما يقدرش يهز راسه بالايمان، ما يقدرش يهز راسه بقى خالص كده يبسط، يحرك عينيه في الركوع والسجود كده يغمض يخطرها على باب، ما بتسقطش ابدا. الله. وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء العبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفوا، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توتر لاماكن، مش دي للاعيان ودي للدرجه الاولى ودي مش عارف ايه ودي ايه، زي ما تيجي تروح واذن. وبعدين تشوف اللي متعالي عليك ولا بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه؟ استطراق عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه؟ كلنا بنبقى فيه ايه سواء. طب والزكاه؟ قال لك ده قوام الماده بقى، اللي ما عندوش قدره يشتغل والقدره يجيب، انت تقدر، يبقى فيه قوامين لكل الحياه، الخلافه عايزه ايه؟ قيم وعايزه ايه؟ وعايزه ماده، فالاثنين بقى دول. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وبعدين شوف بقى ما جابش هنا إطاعة الله، قال إيه؟ وأطيعوا الرسول. لأن لما أقيم الصلاة هقول له كم فرض والفرض قد إيه؟ مين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاة؟ نصابها قد إيه؟ مقدار إخراجها قد إيه؟ مصاريفها إيه؟ قد إيه؟ مين اللي قال دي؟ يبقى ده بقى إطاعة مين؟ إطاعة الرسول. لا تحسبن الذين برضو العذر الكافر، يجيب شويه من هنا شويه، لا تحسبن اي لا تظنن الذين كفروا
معجزين في الأرض. معجزين في الأرض يعني إيه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. إياك أن تظن إن الكافرين مهما علت مراكزهم واستشرع طغيانهم هيفلتوا من ربنا، مش هيثبتوا العجز عنهم أبدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سورة الجن يقول إيه؟ وأنا ظننا أن لن يعجز الله في الأرض. مش ممكن، هنوقف إيه؟ ولن يعجزه أبدا. لا نرضى إلا نروح كده ولا أوعى تظن إن الجماعة الكفار هيفلتوا من إيدينا. لأنني ساعة أكملهم لكن إذا أخذتهم أخذهم أخذ عظيم طال وما يبقى مش هيقدروا يعجزونا عن إيه؟ مدركين مدركين زي ما تقول لهم وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا لما تنظم الأسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطفة على الأولانية، مع أن الأولانية مفيش. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير. لا، لا تحسبنهم معجزين في الأرض. ليه؟ لأن مأواهم النار، يا مش هيعجزون. نعم. فبعد ذلك ينتقل القرآن إلى عمل آخر لنفس المجتمع الداخلي للأسر، لك ككل المجتمع الخارجي مع بعض. هنا بقى المجتمع الايه؟ الداخلي في الأسرة الواحدة. الأسرة طبعا مكونة كما نعرف من الأبوين، وبعدين يبقى الأولاد، وبعدين يبقى الأتباع اللي هيخدمهم اللي مش عارف ايه، حاجة زي كده. فربنا قال دي عايزة تنظيم. ايه التنظيم؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي ربا حكيما مشرعا لكم ما فيه لمصلحتكم، استمعوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب يأتي بصورتين اثنين، يجي فعل أمر ويجي فعل مضارع فيه اللام، زي ما قلنا لك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا لام، يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر. لام يبقى الامر بفعل او طلبه له شرطين اثنين، يا تجيب فعل امر يا تجيب فعل مضارع فيه الايه؟ فيه اللام، اسمها لام الايه؟ لام الامر. لينفق ذو ساعة من ساعته، يبقى اسمها لام الايه؟ الامر. هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. التكليف من مين؟ التكليف من الله. ومن المكلف؟ المؤمنين. طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين بعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت أيمانهم هم اللي هيستأذنوا. يبقى الأمر لمين؟ وقال لهم يا أيها المملوكون للناس استأذنوا، ولا قال يا أيها الذين آمنوا؟ ده أمر غير مأمور. من المأمور بالاستئذان؟ ملكة أيمانكم الأطفال، مش كده؟ طب هم دول اللي مأمورين يستأذنوا، من الذي أمرهم؟ لا، ربنا أمر المؤمنين. أمر المؤمنين المؤمن إيه يعني؟ زي الكلام ده بقى يؤمر المؤمنين عشان غيرهم ينفذ؟ قال لك فيه الأمر من الله تكليف للمؤمنين الكبار إنهم يكلفوا بذنهم. يبقى التكليف من الله بأن يفعلوا كذا، هم يبتدوا من إيه؟ ولذلك يقول لك إيه هناك؟ نقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ربنا كلف مين؟ هل كلف الأطفال بالصلاة؟ ما كلف مين؟ كلف الآباء إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يأمروا. يعني التكليف من مين؟ لأن دول الأطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم. إنهم يبلغوا حد التكليف عندكم أنتم، أنا كلفتكم إنك تأمروهم. ولذلك أنت اللي هتأمر وأنت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ أم قال لك لتوالي
الدرب عليهم في امر قد يشق عليهم فيما بعد. فلما يتعلمون من دلوقتي انتقلت الى هذا. يوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله؟ ايه؟ تبقى سهله ايه؟ عليهم. ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. ايه حكايه يستأذنكم؟ قال لك ان الانسان له ظاهر من الناس جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله. يعني حاجات ما يقدرش يعملها برا من يقدر يعملها مع أهله. يبقى الكل رؤيته واسعة الأهل. يعني شيء أتحرز إن أنا أعمله مع أمام الناس، إنما إيه؟ أقعد مع أهلي أحط رجل على رجل أجيب مخدة أعمل مش عارف فيها إيه أعمل إيه؟ إنما برا لا، يبقى فيه إيه؟ في ضوابط اجتماعيه للمجتمع الاعلى العام. وبعدين في ضوابط اجتماعيه للاسره نفسها. الاسره يبقى الانسان اوسع حريه فيه من المجتمع العام. وبعدين بقى لما يبقى لوحده في اسرته يبقى واسعه قوي 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 قوي. يعمل اللي هو عايزه، يقعد بالفانيلا جايز، يقعد باللباس جايز. يقعد رجليه مش عارف ايه جايز، يقعد يقرص في اي حته جاي الله. يبقى اذا فيه مجتمع عام له اصول، مجتمع خاص في البيت له اصول، مجتمع بتاعك انت بس كل واحد له مصريين، كل واحد له مصر الله. يبقى لازم نلزم العمليه دي. قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم، والعبد مش زي الاجير. الاجير يقدر يسيبك الصبح، انما العبد ما يقدرش لانه مملوك الرقبه. فدول يبقى المملوكيه واضحه فيهم، يبقى المثابه للسيد ما يقدرش يفلت منه. وبعدين اطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي. فهل يخلي الحكم مع الناس كلهم؟ قال لا، الانسان له خصوصيه، هذه الخصوصيه بس بتاعته هو بس. وكل الناس اللي جايين في الخدمه يدخلوا عليه ويخرجوا يبقى دول مسموح لهم بحاجه الا ثلاث اوقات مش مسموح لهم. انت قال قبل صلاه الفجر، لان ده وقت متصل بالنوم، والنوم يجعل الانسان حريه، حر الحركه واللباس وحر الجلوس نوم ومعرفه نوم. وانت وساعه القيلوله تضعون تضعون ثيابكم من الظهيره الظهر وقت الراحه ومن بعد صلاه العشاء. دول ثلاث اوقات لا يباح لواحد ان يدخل عليك الا باذن. شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان ايه؟ عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في اي حاجه هو عايزها. فالثلاث اوقات دول اللي هم امتى؟ قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم الايلوله يعني، وبعد صلاه العشاء. قال ده ملك خاص لك ايها المؤمن، تبقى على راحتك فيه. يمكن نشوف ناس يقعدوا كده لما يكون في وسط اهل ولا بتاع ويمكن يطلع ريح، ويمكن لما يكون قاعد بقى يعمل اي اي حاجه الله. اما ان الثلاثه دول الثلاث اوقات دول خصوصيه لك، لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل خلاص. انما بعد الاستئذان، بعد الاستئذان، الاستئذان هيخليك تتهيأ لايه؟ بمقابلة الايه؟ المملوك ده اللي ملوش ارادة، والعيل اللي لسه ما بلغش الايه؟ اللي ما بلغش الحلم ما يعرفش اي حاجة دي، برضه تستأذن له. طب وبقية الاوقات؟ قال لك بقية الاوقات للكل بقى حتى الزوجة لازم تستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد سيدنا عمر في امر من الامور، فارسل اليه غلاما من الانصار. فلما ذهب الغلام قرع الباب، دفع الباب ونادى له، ما ردش، نايم.
فلما ما صحيش من صوته راح واخد الباب وقفله وقعد بره وخبط ما صحيش عمر. فالعيل بقى طلب رسول الله هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير رفع ايده للسماء قال يا رب ايقظ. وبعدين دفع الباب قال له لا قال له ايه؟ عمر كان نايم نومه على راحته مفيش حد وياه، فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد، ولاحظ ان الغلام راه. فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله أم نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمنا؟ حصل كيت 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 كيت. قام رسول الله سر من الغلام اللي قال إيه يا رب أيقظ، ما فيش مال كده يعني يا رب إيه استسماه وقعد مش عارف إيه. ونزلت الآية، نزلت هذه الإيه ليستأذنكم الذين إيه ملكت ايمانكم، ملك اليمين ملك الرقبه يعني، والذين لم يبلغوا الحلم يستاذنكم. كم مره؟ ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر. ليه قبل صلاه الفجر؟ لان ده امتداد للنوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، تضعون ثيابكم تخلعوها يعني، ومن بعد صلاة العشاء. الثلاث مرات دول يسميهم ربنا ثلاث عورات لكم. الثلاث أوقات، الثلاث مرات دي في الأوقات دي الوقت ده عورة لكم. ليه؟ لأنك حر تصنع اللي أنت عايزه، والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه، أو لا يريد أن يراك أحد على شيء يهض من طرفك أنت مثلا، وعايز تفضل لك المهابه كده والاحترام ومش عارف ايه وبتاع. انما افرض انه دخل عليه مثلا وهو لامر ما بيعرف في حته حساسه، يقول لك يا خالي يقعد بقى يعمل لهم زهره بقى، يقول له لا خليك بمهابتك كده وخليك مش عارف ايه وبتاع بحريتك. وشوف ما عورات، والعوره هي ما يحب الانسان ان لا يرى احد، لا يراه احد عليها. والعوره نوع من الخلل، ولذلك يسموا الاعور اللي هو عنده خلل في بصره، نعم، ويسموا الكلمه النابيه كلمه عوراء. العرب يقول وعوراء جاءت من اخ فرضتها بسالمه العينين. عوراء يعني كلمه قبيحه جاءت من اخ، فانا ردتها عليه مش بعوره، بسالمه، مش بسالمه العين، سالمه العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الأوقات دي مفيش جناح اللي الأولاد يدخلوا زي ما يدخلوا، لأنك أنت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك أنت خلاص حريتك انتهت، وتبقى قاعد في أوضتك ولا في الحتة اللي أنت قاعد فيها مستعد أن تستقبل إيه؟ أي أحد. يبقى إذا بس الثلاث أوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ من ملكة الأيمان، والذين لم يبلغوا الإيه؟ لم يبلغوا الحلم. ليه؟ أما قال لك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم ومش عارف إيه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم أو حرج بعدهم، يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل اي حد. بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، زي رايح وجاي هنقعد بقى نعمل تشاهد ازاي؟ ما يمكنش بقى دي. كذلك يبين الله لكم الايات، يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياه. والله عليم بكل ما يصلح به الخلاف في الارض، وحكيم في أوامره، يضع الأمر بإيه؟ بحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طب هو كان هو طفل ما يبلغ في الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات، وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى متعود بقى كده، وبعدين لما يبلغ برضه ياخد عليها لسه، يقول لا. فليستأذنوا كما استأذن الذين، انتهت مدتك،
وده بلغ الحلم. يعني ايه؟ قال لك بلوغ الحلم هو ان ينضج الانسان نضجا صالحا لانجاب مثله. النور اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص مفيش حاجه ناقصه فيه التكوين، وهذا لا يتاتى الا باستكمال الغريزه، الغريزه اللي هي سبب في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الامثال يعني في الانجاب. طب قال لك وان اعتهر حتى قلنا زمان ان الثمره حين تنضج يحلو اكلها. ليه يحلو اكلها؟ ما احليش اكلها قبل كده ليه؟ قال لك لانها لا تنضج الا اذا سوت البذر اللي فيه، حتى تستطيع انك تاخد البذره دي تزرعها تطلع شجره، يبقى استبقاء نور. والا لو حلت قبل ان تنضج البذره وخدت البطيخه قرعه ولبها ابيض ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ولب بطيخ تاني. يبقى معناه نضجها يعني ايه؟ النضج بتاعها يلا اللي القران بيسميه ايه؟ يعني بقى يلا. قال لك حتى انت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الارض. لو حلت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقاء نور. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه؟ ناضج وصالح لانجاب ايه؟ لمثله. فلما يبقى ناضج وصالح لانجاب مثله انه بس الرخصه اللي كانت لك زمان ما عادتش ايه؟ ما عادتش لك الايه؟ الان. واذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك او الطفل هناك هنا في الصوره برضه دي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ده بقى كلمه طفل مفرد، انما هنا اثر كلمه ايه؟ الاطفال. ليه؟ قال لك لان ما دام ابنه بقت له بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض، لكن مقاربهم واحده، انما لما ابنه بقى يبقى عنده غريزه وبتاع كل واحد له ايه؟ كل واحد له شطحه ثانيه. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما عادش. هما بيستأذنوا إيه؟ ده هما بيستأذنوا في الثلاث أوقات الأخرين. قال لك الكبار التانيين بيستأذنوا في كل إيه؟ في كل الأوقات. يبقى دول يستأذنوا في كل الإيه؟ في كل الأوقات. كذلك أي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم كذلك يبين الله لكم اياته وبرد والله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقللكم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. ما احنا عارفين ولا يدين زينتهن ويحط مش عارف ودنين عليهن من جلابيبهن، وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء، معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعدة، قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تكون قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قاعد تجمع على إيه؟ تجمع إيه؟ قاعد. قاعد يعني إيه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين نقول إيه هي بقى ما عادش فيها إربة ولا عاد فيها أي حاجة، ما فيش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه. تبعها ما يجراش أي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية، فيه واحدة ينقطع حدها وتكبر إنما لا يزال فيها الدمام. أم قال لك بقى أنا هقول الحكم لاحتياطي، أنا بقول إن مفيش مانع إنها تضع الثياب بتاعها، لكن إن يستعفف خير له. نعم نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول بالستات القواعد من النساء ما يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما
ما تعلمهاش عشان تقول لي القاعة ده من السبب. أنا لسه فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ثياب الخارجي دي، بس بشرط غير متبرجات بزينة. مش يضع ثيابها وبرضه عاملان البتاع في كداه الأحمر وعاملان مش عارف إيه، خلاص بقى. غير متبرجات بإيه؟ بزينة. وأن يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنزل بقى المرأة حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورع في مظهرها وورع في شكلها وورع في لبسها، تقوم تشوفها تزداد جمالا وتزداد بهاء وتزداد آثارية. ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ، ساعة ما تشوفها بدك ايه بيسموا ايه واحد يرجع. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف، شوف كلمة يستعفف يعني، وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن، يبقى دي قالت ده أدعى للعفة يعني، أدعى للإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، معطوفات على بعضها. الحرج في إيه؟ بعضهم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا مش على الأعرج ولا على المريض، أي في الجهاد. تقول لي تشوف المعطوفات على إيه والحكم اللي جاي إيه، حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. أو ليس على الأعمى، والحرج هو الضيق، والحرج هو الإثم. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، بيقول ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق أو الإثم ما يتعلق بالحكم اللي جاي، لأنه يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مسألة الأكل ليه؟ قال لك كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأنه أعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فياخده ويسيب أدناه. الأعرج لما يجي يقعد عايز براحة مخصوصة، يقوم يضايق اللي قاعد على بياض رجله على مش عارف إيه تاني، مما يمكن الناس تتأفف منه، فكان يتأفف. وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم اللي قال ليس عليكم ولا عليهم جناح، يعني صح انكم تقطعوا ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامل كده معاملة خاصة كده تقف مباحة لإيه؟ صحيح هو لو كان امر مش من عنده من خلقه ربنا لا يتاباه. ولذلك في ناس كتير تتابى ان ربنا خلقه على حاجه وهو يتابى عنها، يقولوا لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا ايه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح، اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. طب يا اختي خد ايدي انا عايز اروح مش عارف ايه، مش عارف كل الناس تيجي عشان ايه؟ يبقى عام واحده مفقوده منه يجي له 1000 عيل عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف يقول تعالى خد ايدي عدين الشارع، 1000 واحد بده يعديه ويخدم الشارع. انما اللي عامل بقى مش عارف مش عايز حد يعرف انه عمل ويكون لابس نظاره سوداء عشان مش عارف يعمل ايه ويمشي يقف. يبقى اللي يدي العام حقه يبقى ايه؟ ياخد عينين الناس كلها، ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمتهم. فربنا سبحانه وتعالى عاوز اصحاب الافات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ياخدوا من المجتمع ايه موقف. ولذلك واعطفهم على انفسكم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه انفسكم زيك. تمام، ايه حرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم. كان زمان الأنصار فيهم قزازة،
لما يرقد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والاكل موجود ما ياكلش الا اذا جه واذا الظهر. وقد يسافر واحد منهم ويترك التابع عنده في البيت لان مش كل الاكل يجي يجي الاكل بايظ ما ياكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن المساله تاكل من دون تاكل او بيت الا هيعطف عليها. ليس عليكم جنون ان تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد من الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج من الفرد؟ ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك لان بيتي. يقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال ايه؟ عد كده. ليس ان تاكلوا من بيوتكم ومن فيها الكلام او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه؟ بتقول امي تاكل فيه. طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت بيديك مفتاح البيت والاكل والشرب. تقول تحلم نفسك؟ لا. طب ما دام اداك مفتاح يبقى يجب لك ان تفعل. خلاص. او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مرة فلقى بعض أصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء. الوعاء بقى فيه خبيص وفيه أكل وفيه قلب وقاعدين ياكلوا إيه فيه. ودخل عليهم إيه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله. ويصر كده او صديقكم لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه اللي هو فيه شيء يمكن اكثر من الايه؟ ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من الوالدين. ليه؟ قال لك شوف بقى الكفار في الاخر لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما جابش ولا ابن ولا اخ ولا ما لنا من شافعين ولا ايه؟ ولا صديق حميد. يبقى كلمه ايه؟ صدق. يلاحظ هنا ان الكل جمع. بيوت ابائكم امهاتكم مش كده؟ طب وبعدين؟ عماتكم اعمامكم اخوالكم خالد جمع لنا ما قالش او اصدقائكم او صديق. لان كلمه صديق زي كلمه عدو تستعمل واحد بس. لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء. يبقى كل واحد له عين ما ينفعوش. يبقى لازم يكونوا على قلب رجل ايه؟ صديق. ولذلك شوف القران فانهم عدو لي. انهم ده جمع ولا مش جمع؟ فانهم ايه؟ ما قالش اعداء. فانهم عدو لي لان ما دام عدو يبقى يجمعهم الكراهيه لي الحكايه ومتفقين على هذا. يبقى كائنون شخص ايه؟ شخص ايه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا ويا بعض او اشتاتا. الواحد ياكل لوحده. هنا بقى الكلمه اللي قلناها من بيوتكم. اي حرج في ان ياكل الانسان من بيته حتى يقول الله ما فيش حرج تاكل من بيتك. وهل كان يجي على البال ان الواحد يعمل حاجه في انه ياكل من بيته؟ يقول له لو انت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء لوجدت ان جه بعض بيوتكم اي ابائكم وبعدين ايه امهاتكم وبعدين ايه اعمامكم وعماتكم واخوانكم كله ما جابش سيره ابنائكم ابدا. مع ان كان اول حاجه تيجي ايه؟ ليس عليكم جناح ان تاكلوا من ايه؟ من بيوت ابنائكم. اهل بيوتكم دي هي بيوت ابنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الابناء. ليه؟ قال لك لان بقى الولد وما ملكت يداه. وقال لي الواحد ياكل من كسب يده والولد من كسبك يبقى بتاعه. والولد يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه؟ شيل ايه؟ قول ايه؟ ابنائكم. وما حبش يجعل الابناء بيوت مع الاباء. ده شيء واحد. نعم.
ليس تلبسوا أن تأكلوا من بيوت أو جميعا، فإذا طيب ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتات متفرقين. فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. الإسلام يجعل المجتمع الإيماني وحده، فساعة ما تسلم على اللي في البيت أكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم، هم هيقولوا أنت بتسلم على نفسك، أنت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه، يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم، بس بهم كتير وأنت في البيت يمسكوك، يبقى لما تسلم عليهم أكنك سلمت على مين؟ أو أن البيت لما تدخله تسلم على نفسك وإن ما كانش فيه حد، وإن ما كانش فيه إيه؟ من أراد أن يكسر الله له خير بيته فليدخل يقول السلام من ربنا علينا. وإذا دخل المسجد كانوا يقولون إيه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد، فسلموا على إيه؟ أنفسكم تحية من عند الله مباركة. أولا حييتم فحيوا، هذا واحد، والتحية من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بأنها إيه؟ مباركة. المباركة أن يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. يقولك نشوف ده فيها بركة الحكاية دي، ده الأكل اللي كان عندنا قدر مش عارف الناس، الأكل ده مبروك. مبروك يعني إيه؟ يعني قدر ما لم يكن في الحساب أنه يؤدي. كذلك أي كما بين الله تلك الأحكام يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أما الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته، وهو غني عن هذه، إنما يؤمنكم بأشياء ليعود نفعها عليكم. وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم أنتم أن يديكم جزاء كمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما المؤمنون، المؤمن معناه آمن بإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا جت حركتك خاضعة لأوامر، يعني افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى زادك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين، خطب، حدث، حرب، أي حاجة تهم المسلمين، وبعدين يقولوا إيه تعالوا نقعد للشاور عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته ويوسع أمد الشورى. لأن الإنسان الأمر الذي ليس فيه حكم صريح من الله، الله يقول الرسول شاورهم في الأمر، خذ رأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده، لما تاخذ الرأي تتضح لك الإيه؟ المسائل. فإذا عزمت فتوكل عليه، فتوكل. فبيقول المؤمن الحق ده إذا كان الرسول دعاهم إلى أمر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين إذا استأذنوا مش إلزام لرسول يأذن لهم، لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. ولذلك من فإن استأذنوك فأذن لهم، ولا فأذن لهم شئت لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وأنت تعرف إنه رأي في المسألة اللي هنبحثها، تقول لا استنى شوية ده احنا عايزين رأي دلوقتي. يبقى إذا هم الهمة لازم يستأذنوا، وإن الرسول إذا استأذنوا مش معناه إنه يأذن، يأذن لمن إيه؟ لمن شاء منه، لمن يرى أن في الباقي عوض عنه بآرائه. فإذا كان واحد هو يعني اللي آرائه كويس يقول له استنى شوية،
ما يظلوش. ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن، يستأذنوا بشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيقسمه دي كله يستأذن ولو في شأن يخصه، ولو ان الرسول اذن له. انا برضه مش عايز يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يعم جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الولد بيخاف عليه مش عارف ايه انا هعمل مش عارف الله، تبقى انت مش وياه. تبقى لازم يكون في امر جامع مع رسول عامل ايه؟ مكتل كل نواحيه وكل خواطره في الموضوع. كل يستاذن لبعض شانه دليل على انه زين يشتغل لبعض شانه. انت في بعض شانك انت الخاص هتسيب امر عام، فدي تبقى عايز استغفار من الرسول لك. الرسول استغفر ليه؟ خليك واستغفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع الرسول على أمر جامع، يعني أمر مهم لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته عشان يطلع الحكم إيه؟ الحكم صحيح وسليم. لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش يقول إنسنة كده. لازم يستأذن علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوا لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منهم، يبقى ما استأذنش لا لشأن. فإن استأذن لشأن يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم. واستغفر لهم. طب استغفر لهم ايه بقى؟ اهل اليوم ولا عيب على